والحمد لله. التصنيف الاول المغرب بانه ملي جا في هذا التصنيف الاول عنده المكانه ديالو في افريقيا ويستحق يكون في المجموعه الاولى على راس المجموعات. نتمنى يتلاقى مع ناميبيا، مع غينيا. الحمد لله ما نتلاقاوش مع مصر، ما نتلاقاوش مع تونس، ما نتلاقاوش مع الكوت ديفوار. كنظن هذا لان كاين مؤشر بان المغرب غيتاهل ان شاء الله للدور الثاني. وانا باش يكون مع مالي مثلا كيكون عنده واحد 60% ديال الحظوظ ديالو باش ينتصر. من الاحسن تاعهم مع غينيا. جو بريفير غينيا. ها زعما فرقه غينيا تقدر تتوالم مع الفرقه ديال المنتخب ديالو. المهم كيبانوا لي العناصر اللي خصهم يكونوا اللي غيكون عندنا معاهم حظوظ هما امرابط وزياش وبن عطيه. هادو هما اللي تيبانوا ليا شويه كيبان ليا فيهم الضوء، ما باقي تيبان ليا راه ماشي في المستوى. والدليل المباراه الاخرى اللي شفنا مع مالاوي كلشي ما كانش راضي، يعني باين الحظوظ باينين. واخا نطيحوا مع فرق ساهلين راه باين كيفاش غيكون. المغرب حاليا بهذا الريتم اللي غادي به ممكن يتاهل، ممكن الا ما بقاش فيناليست غيدير لا كوب ان شاء الله. ما عرفتش اش غنقول لك. الحظوظ انا اللي تنشوف راه ضعيفه جدا، راه انا ما عنديش امال وما غنتفرجش.